اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مشاهدي تشاريتي تي في بحلقه جديده من باور بلاي. بستضيف معي الليله بالاستوديو مدرب نادي الربيع بالدرجه الاولى وغانرز لبنان بالدرجه الثانيه فياد اوسكان. اهلا وسهلا فيك كوتش. اهلا وسهلا فيكم يعطيك العافيه. الله يعافيك كوتش. رح نحكي بالحلقه اليوم عن الناديين اكيد الربيع بالدرجه الاولى واللي عم بتصارعوا على البقاء بهذه الدرجه بالاضافه لغانرز لبنان القادم الجديد لعالم الفوتسال. رح نحكي اكثر عنه بالتفاصيل بالقسم الثالث. مشاهدينا قبل ما نروح بجولة على السوشيال نتورك وأيضا نطلعكم على أقسام الحلقة خليني أقول لكم أنه الأسبوع المقبل الحلقة رح تكون مع مدرب منتخب لبنان الإسباني باكو أروخو. رح يكون معنا بالستوديو لحتى ناخد منه معلومات عن منتخب لبنان آخر التطورات وأكيد الليحة يلي عليها أسامي اللاعبين يلي تم استدعائهم من قبله لنشوف مين عم ياخد هيدي السنة. يقال أنه المنتخب رح يصير صغير سنا ليكون عم يتحضر لسنين المقبلة. إذن الحلقة المقبلة رح تكون مع المدرب باكو أروخو. إن شاء الله تكون يعني تنقل معلومات للمنتخب اللبناني. خلينا نروح بجولة على السوشيال نتورك لحتى نشوف كيف فيكم تتواصلوا معنا وتتابعونا عبر الانترنت. إذا السوشيال نتورك تشاريتي تي في بداية مع الويب سايت www.tvcharity.org الويب سايت يلي فيكم تحضرونا لايف ستريمينج عليه بسكشن واتش لايف. ايميل sports@tvcharity.org بالإضافة إلى أيضا تويتر تعملوا فولو على charity sports one. منتابع مع سوشيال نتورك charity tv الموقع الفيسبوك جروب هو charity tv sports. تشوفوا الأخبار وأيضا فيديوز للحلقات أيضا إعادات حلقات راوند باور بلاي عفوا مع charity tv sports channel يوتيوب وأيضا رقم التليفون 70577355 بحال بتحبوا تتواصلوا معنا للحالات التحكيمية اللي بنعرضها أكيد مع كابتن محمد شامي اللي رح يطلع معنا بالقسم الثالث لحتى نشوف شو عنا أخبار حكام لهالأسبوع. بالقسم الأول رح نستعرض نتائج المرحلة 18 بالإضافة لمشاهد من مباراة المفاجأة اليو اس جي والربيع. فزتوا على اليو اس جي بنتيجة 4-3 على أردن يعني غريبة هذه بدنا نحكي عنها ونشوف مشاهد. أيضا رح نفتح ملف على حيدر اللاعب يلي تم توقيفه فقط 3 مباريات لاعب الربيع يلي سبق بحلقات سابقة عرضنا مشاهد له عم بيدوس على راسه للاعب يعني هذه مشهد نحن حبينا أنه نلاحق الموضوع. رح يطلع معنا كابتن دوري زخور عضو لجنة الفوتسال بالاتحاد اللبناني لحتى نسأله أكثر عن هالموضوع وين صار لنشوف إذا علي توقف أكثر من 3 مباريات أو لا. بالقسم الثاني منروح لنحضر مشاهد من مباراة الجيش وبنك أوف بيروت يلي فاز فيها البنك بنتيجة 6-5 مباراة قمة أعصار البنك بعضهم تابع. أيضا رح نحكي عن موهبة جديدة صاعدة ببنك اوف بيروت وايضا ممكن تشوفوا قريبا جدا بالمنتخب احمد خير الدين رح نشوف مشاهد عنه ونحكي عنه. ايضا صراع على جدول ترتيب الهدافين. وبالقسم الثالث بنفتح ملف تحكيمي مع كابتن محمد الشامي بالاضافه ايضا لبطوله الدرجه الثانيه اللي رح تبدا بعد يعني ايام قليله رح نحكي عنها ونشوف ونستعرض الفرق المشاركه بالدرجه الثانيه بعد 9 أيام. كوتش أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. رح نحكي عن فريق الربيع والغانرز لبنان بداية مع فريق الربيع يعني يلي ما بيتمرن مثل ما كنت عم تقلي تحت الهواء عم بتصارعوا على المركز البقاء يعني أنتوا هلأ حاليا بالمركز العاشر وراكم في الأيو سي إي والحلوسية وأمامكم في حارة حريك بعد باقي فقط 4 جولات ورح نعمل حسابات بعد شوي أنا وياك رح نشوف جدول الترتيب ونشوف قد ايه بعبدكم نقط لتبقوا. الربيع نادي الربيع كونه السنة الأولى يلي بيدخل على بداية على الدرجة أول شيء بداية نعم. بدي أقول مساء الخير وبدي أقول ثانك يو لشاريتي تي في اللي عم تفتح هالمجال كله لمدربين الفوتسال ولاعبين الفوتسال وبالنهاية اللي أنتم عم بتلاحقوا الفوتسال أنتم الوسيلة الإعلامية الوحيدة اللي جدا نشكركم لأنه بالنهاية الإعلام هو أساس بهاللعبة. شكر كبير لكم إلي عن جد يعني وإن شاء الله تضلوا بهمتكم يا رب سلام. فوق هاللعبة. ثانيا نادي الربيع لما بدي أحكي عن نادي الربيع بدي أحكي عن بيت لألي. نادي الربيع أنت بتعرف إنه أنا بلشت بالأول سبورت كفوتسال.
عندي الحمد لله عم طور حالي انا ككوتش اكثر واكثر لفوت بمجال التدريب، وبعدني انا عم طور حالي يعني بعدني تلميذ. نادي الربيع هو بيت لي، جبنا وقت حكوا معي نادي الربيع انه كوتش بدنا نعمل الرخصه ونجيب فريق، شجعتهم على هالموضوع وجابوا رخصه واشتغلوا الشباب. فريق كله صغار، فريق يونغ، فريق مقاتل، فريق محارب، بناء ببادجت صفر، لانه بالنهايه ولا لعيب نادي الربيع بيقبض مصاري، كلهم بيحبوا بعض الشباب، كلهم صغار عم بيقاتلوا لهالموضوع. نعم. نادي الربيع عمل بصمه كتير كبيره لي بالفوتسال. نادي الربيع لما بدي احكي عن نادي الربيع صدقني مش هذا اي مدرب بيتمنى انه يدرب نادي الربيع، لانه لما يكون في روح عند اللعيب بهالروح اللي عنده اياها النادي، فانا كثير بتشجع لممر مثل هذا الفريق. نعم. خلينا نعمل الحسابات بعد ما نستعرض يعني نتائج الاسبوع 18 لنشوف شو حملت مباريات ونتائج. اذا نتائج الاسبوع رقم 18 راح نشوفه سوا على الشاشه ونشوف الربيع شو عمل بهيدي الجوله. اذا ويك 18 مع داني راح نشوف النتائج. اذا اي سي اي وحار تحريك، يعني هيدي اكثر جوله بصير فيها تعادلات. الحارة والاي سي عم تعادلوا 4-4، حلوسية اي يو اس تي عم تعادلوا 6-6، وغبيرة طرابلس عم تعادلوا 5-5. اما الربيع عم بفوز بمباراة نارية رح نشوف مشاهد تبعها بعد شوي، 4-3 على اليو اس جي على ارضه. اما المباراة القمة بنك بيروت والجيش، اعصار البنك متابع 6-5، يعني بنك اوف بيروت مستوى رائع جدا. الصداقة نتيجة كتير كبيرة على الشويفات 8-1، يعني شوي فات كان متوقعين شوي يعطي نتيجة أفضل. نعم. يعني ما بعرف هون البيان إنه ست يعني صح. خمس مباريات النتائج كتير متقاربة، هيدا بالدلالة على حماوة الليج السنة. نعم. مباراة واحدة بس فارقة عن الباقيين اللي هي صداقة شوي فات. نعم. نحن بنقول شغلة بالنسبة لما بدنا نحكي على أعصار بنك بيروت، ليش ما بنقول أعصار الصداقة؟ انت عم تقول اصلا يعني انا باحتراماتي لبنك بيروت والكوش ديجان ولعيبه بنك بيروت، بس انا كمدرب لما بدي احكيك عن فوتسال بدي احكي عن فريق بيلعب 4-0 وبيعمل روتيشن بالشرق الاوسط، انا بحكي عن نادي الصداقه. نادي الصداقه كل اللي عم يحضر بنك بيروت شوف الفرق، يمكن الصداقه خسر من بنك بيروت بس كانوا لكل لعيبته خارج الخدمه، بس انا لما بدي احكيك عن بنك بيروت والصداقه في فرق بالمستوى. طيب رح نترك البنك بيروت والصداقه للقسم الثاني، نرجع على يعني هيدي المرحله والربيع. نعم. يعني وايضا التعادلات اللي شفتها، يعني هون حماوي هون يعني هون صبت لمصلحتنا الحمد لله. انا لما بدي اشوف قد استفدتوا من هالتعادلات، انا استفدت بربحي على اليو اس جي، لانه انا وقت كانت المباراه قبل بنادي اليو اس جي تعادلوا الاي او سي اي 4-4 مع حاره تحريك. نعم. انا اللي عملته مع لعيبتي اعطيتهم معنويات وثقه اكثر من اللازمه، قلت لهم يا شباب هذا المباراه لازم نربحها. في بعض اللعيبه قالوا الكوش عم يلعب مع اليو اس جي وعلى ارضهم، قلت له حتى لو عم يلعب مع اليو اس جي وارضهم بعتقد الفوتسال واي رياضه عامه هي روح ثقه للاعب. نعم. نزلنا ما كان في لعيب مميز عن اللعيب الثاني، يعني لعيبتي وقت نزلوا على ارض الملعب كانوا عم بيقتلوا على كل طابه، كانوا عم يطبقوا كل شيء انا عم بقول لهم عم يطبقوه بالحرف الواحد. كنا عم نلعب ديفنس كثير صح، وبفتكر بالله هذه اللعبه لما بيكون عندك جول كيبر كثير منيح ويكون عندك ديفنس صح تربح الجيم، وهذا اللي صار معنا. الجول كيبر تبعنا كان كثير موفق، الديفنس كان تبعنا كان بيرفكت اكثر من بيرفكت، حتى الكوتش مارون تفاجأ بهالمستوى اللي عندهم يعني الربيع، وحتى لعيبته كمان. انا بدي اعطي حق كمان اليو اجي، فريق اليو اجي كثير كبير، بس فريق اليو اجي وقت لعب مع الربيع كانوا مش مستخيين، كانوا خارج الخدمه. نعم. يعني كان لي حديث مع كوتش مارون ايضا. نعم. قال انه فريق الربيع كان عم بيقاتل ليبقى بالدرجه الاولى ونحن كنا خارج الخدمه. اكيد عم نحكي عن فريق اليو اس جي. طيب انا بدي اعطي يعني حق اليو اس جي. نعم. انا بعطي حق اكبر المستفيدين من تعادل الاي يو سي اي وحار تحريك والفريق الربيع. طبعا لانه يعني بالنهايه نحن كنا قبل اخر ترتيب. نعم. بهذا التعادل شوف الفرق، صرنا كنا نقطه ورا. نعم. بعض استفدنا من 3 نقط كثير مهمين، بس ما بتعرف رح نعمل الحسابات ونشوف. نعم. الليك تيبل. انما قبل خلينا نروح لحتى نشوف نتائج الاسبوع رقم 19 اللي لعب فيه مباراتين لحديت هلا. نعم. واكيد متابعه مع الليله وبكره. نعم. هذه المرحله. اذا ويك 19 بنشوف الجدول على الشاشه، الحاره عم يخسر من اي يو اس تي بنتيجه 8-2، ماتش كثير كبير للاي يو اس تي، يعني هون كمان بتكونوا استفدتوا. وبنك اوف بيروت عم يسحق الحلوسيه بنتيجه 14-2. خليني اقول مش بنك حلوسيه،
مصطفى سرحان حلو سيء. نعم. بما نعم. انه نعم. مصطفى كان عم بيصارع تجيب الاهداف نعم. لحتى يعني كان الفريق كله لمصطفى ليسجل هداف رح نشوف يعني بعدين نعم. التوب سكوررز طرابلس والايو سي اي مباراة صعبة رح تكون على الايو سي اي نعم طبعا جيش صداقة مباراة القمة اللي رح تلعب الليلة ايضا نعم. منتظرة صراع على على الترتيب من فوق نعم اكيد غبيري يو اس جي كمان مباراة كثير قوية يعني هيدي الويك كثير قوية نعم. والربيع وشوي فات ايضا كمان خصوصا انه الربيع انتم بدكم تجربوا تخطفوا نقطة يمكن من مش غلط نخطف ثلاث نقط انا مدرب وبالعالم الفوتسال او بعالم الرياضة بالفوتبول او الفوتسال اللي عنده طموح بهيك لعيبة عندي اياها انا اذا بتلعب مثل ما لعبت ماتش يو اس جي بهالروح بهالقتال مش غلط لانه بالفوتبول انا الي بدي خبرك شغلي انت كوتش وبتعرف بالفوتسال خاصة أو بالفوتبول ما في لعيب أحسن من لعيب في لعيب أنت بتعطيه ثقة عنده كل الإمكانيات أخذ البيزك من مدربه أخذ يعني أخذ البيزك والأدفانس والكومبيتيشن لما بتنزل بتحطه هاللعيب حتى لو كان عم يلعب ضدك أي لعيب لما اللعيب بيلتزم بقرارات المدرب بيلتزم هو كنفسه بالتعليمات اللي نحن عم نعطيها وبيكون هو بأرض الملعب ذهنه مركز على المباراة مش غلط نجيب المباراة مش غلط نعم. ابدا يعني من بعد ما فزتوا على اس جي اكيد ما بنتوقع منكم لا خلينا لازم. على الارض انتبه نعم. هلا خلينا على الارض ما بدي انا اقول لك انه اربح بنك بيروت على او على صداع بالعكس في فرق امكانيات احسن منا نحن ما عم نتمرن نحن صار لنا شهرين ونص خارج الخط بشكل حال يعني اليو اس جي سبق له فاز على فاز على بنك بيروت ما مشان نعم. هيك عم اقول لك ما في كبير وصغير نعم خلينا نروح لنشوف مشاهد من مباراة اليو اس جي والربيع يلي فاز فيها مذكر فريق الربيع مع ضيفنا فياض أوسكان بالاستوديو فاز فيها بنتيجة 4-3 خلينا نروح لحتى نشوف المشاهد من ملعب اليو اس جي بالمنصورية يعني اليو اس جي قليل كتير من يخسر على أرضه خصوصا من فرق بتذيل الترتيب مثل فريق الربيع هون مرتد وهدف أول رح نشوفه سوا يعني اتقدمتوا عليهم 4-1 اذا ماني غلطان 4-1 اول شوط 2-0 ورجعوا من, من 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 الباور بلاير قدروا انه يعني يقلصوا الفارق باخر قلت الهيئه البدنيه اللي عندنا نحن قلت الهيئه البدنيه لانه نحن بدنيا ما عم نتمرن بعتقد خبره اليو اس جي كانوا عم يتمرنوا اكثر عم يتحضروا اكثر بيلعبوا باور بلاير نحن ولا مره لاعبين باور بلاير لانه نحن ما كان عندنا وقت نتمرن على الباور بلاير نعم حتى ما عندكم وقت تدافع ما عندنا وقت ندافع وبالنهايه الحمد لله انه كان الحارس تبعنا كثير موفق يوسف كان كثير رائع على الجول كل جيم عم بيشيلنا الحمد لله نحن بننتبه الى نحن بلشنا بدايه الموسم ما كان عندنا حارس مرمى يعني كنا عم نلعب بدون حارس مرمى يوسف كان معور كان مضروب لاخر 5 جيمات لرجع يوسف على الـ على الـ على الـ على عندنا نعم. شوف هون نحن شوف اذا بتحضر انت جيم الربيع شوف الروتيشن نحن عم نعمله التحرك نحن عم نعمله عم نتحرك فوتسال صح لانه الشباب اخذين بيزك اخذين متعلمين صح ما تنسى عندنا لاعبين خبره مثل خليل وعلي محمد سابقوا لعبوا مع الهدف عندنا امكانيات كثير مهمه عندنا لعيبه مثل حماده مثل حسن حيدر الشباب شوف هذا الجول مثلا باور بلاير حسن عطايا كانوا كلهم يعني كلهم تركيز ذهني كان كثير كثير عالي ومثل ما عم بقول لك مثل ما قال لك كوتش مارون كمان كنا عم نقاتل واهم شيء بالعالم الرياضه هو الايطاليا اللي نحن عم نقاتل كيف عشان ما ننزل اذا بتحضر الجيم مزبوط بتشوف الديفنس اللي كنا عم نشتغل عليه كنا عم نشتغل بشراسه ديفنس صحيح اكلنا جويل يعني بس لياقتهم احسن من لياقتنا لاعبين باور بلاير نحن ما عم نتمرن هذا اللي عمل الفرق يعني كنتوا عم بتقاتلوا المقاتلين يعني انا عم بقول لك لو كان في بعد وقت زياده ممكن يجي كان يتعادل بس نحن الحمد لله كتر خير الله استحقوا الشباب الربح مبروك لهم مبروك لنادي الربيع اكيد نعم اكيد نقول مبروك وهارد لك لليو اس جي يعني كنت عم تقاتلوا المقاتلين على ارضهم طبعا يعني طبعا اكيد اكيد الفريق البيت اكيد 100% طيب خلينا نحضر او نشوف جدول الترتيب لحديث هلا نعم. اكيد هذا الجدول لحديث هلا لانه هلا عم بصير في مباريات ايضا الليله مباراه وبكره مباراه رح يتغير اكيد رح تتغير الليك تيبل خلينا نشوف لكان الليك تيبل ونعمل الحسابات معك قبل ما نختم القسم الاول نعم. نشوف الربيع يعني وين شو وضعهم بداية مع بنك اوف بيروت المتصدر مؤقتا بما انه معه جيم ان هاند بعد فوزه على الحلوسية 51 نقطة الصداقة مركز ثاني ب 49 اكيد عنده الليلة مع الجيش يعني كمان مباراة مصرية لتحديد المركز الثاني يعني حتى يمكن لو فاز الجيش رح يكون في فرق اهداف للصداقة فرق اهداف للصداقة رح يضلوا الترتيب يعني رح يضلوا الجيش بالثالث مركز الثالث خبيري مركز رابع 34 يو اس جي مركز خامس 31 شوي فات مركز سادس 25
خلينا ننتقل لتاني قسم من التيبل. طرابلس 23 نقطة، اي يو اس تي عم بقلص الفارق لنقطة واحدة، عنده جيم ان هاند بعد فوزه امس 22 نقطة، الحارة 12، ربيعة 11، اي يو سي اي 10، حلو سي تقريبا خارج الحسابات. علما انه بعد اذا فازوا بالثلاث مباريات الباقيين ممكن يعملوا شيء، ممكن يعملوا شيء. يعني خلينا نعمل حسابات، مركز تاسع للحاره ب 12 نقطه ولعبانين مباراه زياده عنكم، مركز عاشر للربيع ب 11، نعم مركز 11 للاي يو سي اي ب 10 نقط، بعد في اربع جولات وللحاره بعد في ثلاث جولات. خلينا نشوف مع مين بدكم تلعبوا انتم، مع مين بده يلعبوا الحاره. الربيع بعد عندكم ضد شويفات، نعم بعد عندكم ضد الجيش، بعد عندكم ضد الحلوسية ومع بنك بيروت. خلينا نقول منطقيا مع البنك والجيش صعب انه تفوزوا، ومع شويفات طبعا احنا بدي احكي عن البنك بيروت والجيش بيفرقوا علي كثير اشياء، يعني بيفرقوا علي اول شيء كجيش، بيفرقوا علي باللياقه البدنيه والتحضير تبعهم، نعم بالامكانيات طبعا انا بدي سلم بالامر الواقع. بنك بيروت نفس الموضوع، امكانياته هايله، مدرب اجنبي، بنك وراهم، نعم رح نحكي عن البنك، يعني واصلين له بالقسم الثاني. يعني حسابيا منتابع انه عندكم ماتش الحلوسيه اللي تقريبا هو الاسهل انه تفوزوا فيه، اذا قدرتوا تفوزوا على الحلوسيه رح يصير معكم 14 نقطه. الحاره عندهم ضد الاي يو اس تي خسروا، نعم عندهم ضد طرابلس مباراه صعبه، عندهم ضد اليو اس جي ايضا مباراة صعبة انما مش مستحيلة، نعم. وعندهم ضد شويفات ايضا مباراة صعبة، يعني بحال خسارتهم بالثلاث مباريات وانتم فزتوا على الحلوسية رح تكونوا انتم الاكثر الاوفر حظا. هلا برجع باكد انا يعني ما في شيء محسوم، يعني ما في شيء محسوم، الاوفر حظا الاوفر حظا هو نادي الربيع، نادي الربيع بما انه عنده بعد ماتش ضد الحلوسية، نعم. بينما الاي يو سي اي والحارة عندهم مباريات صعبة، يعني الاي يو سي اي عنده ضد اليو اس جي، عنده ضد طرابلس، نعم. وعنده ضد شويفات وعنده ضد الجيش كمان، نعم. على الاي يو سي، نعم. يمكن تزمت مباراة اليو اس جي، مباراة اليو اس جي ما احنا بيعرف لا بدون تعليق. طيب خلينا بلا تعليق، هاي بتأكد الكوتش مارون، نعم. طيب لكن الاوفر حظا بعد الحسابات يلي عملناها هو الربيع، انتبه انا سوري يعني مشان عم بحكي عن كوتش مارون، كوتش مارون هو صديقي وخي لي، انتبه، نعم. بس انا بتمنى من الكوتش مارون كيف هذه المباراه، هو انتبه انا حكيت معه الكوتش مارون قال لي كوتش مارون احنا بدنا نربح المباراه، وانا انتبه مش عم شك بالكوتش مارون، كوتش مارون يمكن اصدق مدرب بلبنان وانا ما بشك فيه ابدا، وبالعكس كوتش مارون بده يلعب ليربح، وانا هدي ثقتي في الكوتش مارون وهيك بعرف عن كوتش مارون، نعم. على كل حال كوتش مارون يعني كل حلقه له حصه بالحديث، يعني بمختلف المواضيع، بنوجه له تحيه اكيد وبنقول له يعطيه العافيه. يعني حسابيا قلنا الربيع هو الاوفر حظا، ما بنعرف شو بصير، يعني بعد في اربع جولات ممكن كل الاوراق ترجع تنخلط، الحلوسيه تقريبا يمكن ما اربح الحلوسيه، ما احنا بيعرف، نعم ممكن كمان ما احنا بيعرف، احنا بيعرف. طيب هيك بنكون ختمنا القسم الأول من الحلقة، بالقسم الثاني رح نكون عم نشتغل على اتصال مع كابتن دوري زخور عضو لجنة الفوتسال الاتحاد اللبناني لحتى نسأله عن القرارات يلي اتخذت بحق على حدر، إذا في شيء جديد، لأنه نحن وعدنا مشاهدين أنه نتابع هذا الموضوع. أيضا رح نشوف مشاهد من مباراة القمة بين بنك بيروت والجيش، وأيضا التوب سكوررز وأحمد خير الدين الموهبة الصاعدة يلي لازم أنه نعطيها حقها بالإكسبوجر. إذا مشاهدين رح نتوقف دقائق مع الإعلان ونرجع نتابع القسم الثاني.